أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من صدى الأقلام، والتي نبدأها بأبرز عناوين الصحف. في الهيئة نت مقتل وإصابة 14 شخصا بينهم عناصر من الشرطة إثر هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة. وفي المدى الكاظمي يستعد لجلسة برلمانية صعبة للتصويت على طاقمه الوزاري. أما في الزمان، ترامب يشعل حربا باردة مع الصين للفوز بالانتخابات. القدس العربية، الصحة العالمية تحذر من احتمال تأثير كورونا على أكثر من نصف سكان اليمن. أما في عربي 21، العراق، جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي الأسبوع الجاري. الوطن، العمانية، كورونا يحصد أرواح أكثر من 50 صحفياً. وفي العربي الجديد، حكومة الوفاق تستهدف مواقع ميليشيات حفتر غربي ليبيا. بينما تتضافر الجهود العالمية في سبيل مواجهة فيروس كورونا، واتفاق الأطراف السياسية في العالم على تنحية الخلاف جانبا والتركيز على احتواء الجائحة التي تهدد البشرية، يبدو أن العراق يسير خارج المسار الدولي الصحيح، ومنشغل بالقضايا أو بقضايا ومشاكل جانبية تؤكد انحراف المنظومة السياسية وغياب الرؤية الاستراتيجية لدى قادة الأحزاب السياسية الحاكمة والسلطات الرسمية والمؤسسات الحكومية. مقال للكاتب شاه القرداغي، قد نشره في موقع مركز رسام للدراسات، فلنتابع. تعيش الميليشيات الموالية لإيران في حالة وهم، فهي تعتقد أن امتلاكهم لبضعة صواريخ كاتيوشا يؤهلهم للدخول في معركة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة والتوجه لتحرير القدس. وإيران نجحت في خلق هذا الوهم لدى كافة الميليشيات المرتبطة بها، وبالتالي الميليشيات لا تكف عن النشاطات الإرهابية والتهديدات المستمرة ضد أمريكا والأطراف السياسية المحلية. وكلما زادت نسبة هذا الوهم لدى قادة الميليشيات، ارتفعت نسبة تصرفاتهم العدوانية والإرهابية داخل العراق، والتي تؤسس لحالة من الفوضى وانهيار الأمان والاستقرار الهش الذي تحقق بعد الانتصار على تنظيم داعش بمساهمة التحالف الدولي والأطراف الخارجية، وفي ظل المشاكل التي تعاني منها العالم وخاصة تحدي جائحة كورونا. فإن العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تبادر لمساعدة العراق في حال أدت تصرفات الميليشيات لزعزعة الأمن وساهمت بعودة النشاطات الإرهابية لتنظيم داعش، وحينها سيدخل العراق في متاهة كبيرة جديدة ونفق مظلم يتحمل مسؤوليته وكلاء إيران في العراق. من الصعب أن ينتقل العراق من بيئة الفوضى التي تغذي الميليشيات إلى بيئة طاردة لعوامل لا دولة على يد حكومة مؤقتة بسبب تحكم وكلاء إيران بالمشهد السياسي واستعدادهم لعرقلة أي مشروع يؤثر على نفوذهم داخل السلطة حتى لو تسببوا بانهيار الدولة. يضيف الكاتب أن سرعة اعتذار عدنان الزرفي وتكليف مصطفى الكاظمي مؤشر على قوة ثنائية، التدخل الإيراني مع الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وهي القادرة على رسم السياسات العراقية وتوجيه الأطراف السياسية بالتهديد والوعيد دون اعتبار لمصالح العراق ومطالب العراقيين الذين ضحوا بأكثر من 700 شهيد وآلاف الجرحى في سبيل رؤية تغييرات جذرية وحقيقية في البلاد.
في الوقت الذي أجمعت فيه الكتل الحاكمة بداية على تكليف السيد الكاظمي، عاد التناحر والتناطح بينها على الحصص وبأنواع الحجج المشابهة التي مرت في السابق على المكلفين علاوي وزرفي، إضافة إلى الحجج الجديدة من مشكلة الجيلية، أي صراع الأجيال الأول والثاني، وإثارة المشاكل النفطية المالية مع كردستان الآن، وبأساليب التهديد التي صارت مواد إعلامية مستمرة، صعودا ونزولا وآمالا وانتكاسا، مقال نشرته صحيفة المدى للكاتب مهند البراك. فيما تفاجأ الجميع بإجماع الكتل الحاكمة وبحضور أبرز قادتها على اختيار الكاظمي بعد الهجوم عليه قبل أسابيع من قبل ذات الكتل كمكلف بتشكيل حكومة جديدة تهيئ للانتخابات المبكرة، الأمر الذي تسبب بردود أفعال وتفسيرات متنوعة. غلب عليها تفسير أن الكتل الحاكمة الطائفية تشعر بالحاجة إلى إجماع وطني لمواجهة الكوارث الهائلة التي تعصف بالبلاد، بلا ذكر للقلق الذي خيم عليها بسبب ما حققته الاحتجاجات الشبابية التي أنهت الطائفية ورفعت الروح والمشاعر الوطنية العراقية لدى كل المكونات الشعبية بكل ألوانها، طيفها القومي والديني والطائفي، وبسبب القلق مما سيجري حتى بقيامهم بتنازلات للإبقاء على كراسيهم. من جانب آخر، ورغم أنواع التفسيرات والتصورات، يشير مراقبون ومحللون إلى أن المنطقة تشهد تحولا كبيرا بفعل التحول الجاري في الصراع الأمريكي الإيراني الذي يترك تأثيره الواضح على بلدان الشرق الأوسط ومنها بلادنا، في ظروف أصيبت بها الجارة إيران بخسائر هائلة على الصعيد المالي والاقتصادي والصحي التي تسببت بضعف قدراتها العسكرية رغم قيام دوائرها الحاكمة بأنواع استعراض القوى العسكرية، والتي صارت تشدد على تشبثها بالعراق كبقرة حلوب بشتى الوسائل لإدامة حكمها الذي اعتمد الولاية الطائفية والذي صار يهتز بتأثير احتجاجات تشرين كبداية. يختم الكاتب بالقول: ها هو الوقت يمضي دون التوصل إلى حل لصالح الشعب والبلاد، وسط استغراب من مرور 5 شهور دون الاتفاق على مكلف في بلاد تسخر بالطاقات والكفاءات. الاستغراب الذي يفسره كثيرون بأن ما يجري من مماطلات هو ليس إلا أسلوب لإطالة حكم رئيس الوزراء المستقيل والغائب الذي يشكل الفرصة الذهبية لكبار الفاسدين بسبب شلل الحكومة أو حكومة تصريف الأعمال لصلاحياتها، وبالتالي شلل القوانين وشلل دوائر الدولة العليا. بحسب مصادر مقربة من الحشد الشعبي وأخرى في تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، فإن الأخير أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مع وكيلي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي، فضلا عن شخصيات محسوبة على المؤسسة الدينية في النجف، بهدف إنهاء الخلافات وإعادة الفصائل الأربعة إلى هيئة الحشد، إلا أنه فشل في جهوده بحسب صحيفة العرب الجديد. كشفت مصادر سياسية وأخرى مقربة من فصائل مسلحة في العراق للعرب الجديد أن زعيم تحالف الفتح البرلماني رئيس منظمة بدر هادي العامري يواجه صعوبة بالغة في مهمة وساطة كان قد بدأها قبل أيام من مدينة كربلاء جنوب البلاد، تهدف إلى إنهاء الخلافات بين الفصائل المسلحة المعروفة بحشد العتبات أو حشد المرجعية، وبين تلك المحسوبية على إيران ضمن مظلة الحشد الشعبي التي تجمع قرابة 70 فصيلا مسلحا تأسست أغلبها عقب سيطرة تنظيم داعش في العام 2014 على مدن شمال وغربي البلاد. يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين على انفصال 4 من أبرز الفصائل العراقية المسلحة التي ترتبط بالنجف وتعرف باسم حشد العتبات، اللواء الثاني
تشكيلات فرقة الإمام علي القتالية، اللواء 11 العتبة الحسينية، اللواء 26 العتبة العباسية، اللواء 44 أنصار المرجعية، في إشارة إلى العتبات الدينية جنوب البلاد والتي تشكل أكثر من 40% من تعداد عناصر الحشد الشعبي الكلي. وتم ربط تلك الفصائل الأربعة تنظيما بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في العراق الذي يشغله وفقا للدستور رئيس الوزراء، وذلك إثر خلافات حادة تفاقمت بعد إصرار فصائل مسلحة مرتبطة بإيران على تسمية شخصية مرتبطة بالحرس الثوري أبو فدك أو أبو عزيز المحمداوي الملقب بالخال خلفا لأبي مهدي المهندس. وعقب اغتيال أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي، تحركت الفصائل المحسوبة على النجف في مشروع داخل الحشد أسمته عرقنة قرارات الحشد وإبعاده عن التصعيد الأمريكي الإيراني وكذلك التدخل في الأزمة السياسية، وطالبت بأن يكون المنصب الشاغر من استحقاقها، لكن هذا الأمر رفضته الفصائل الموالية لإيران. من الطبيعي أن تواصل قيادات دولة الاحتلال الصهيوني هجومها على المحكمة الجنائية بالزعم من أن سياستها معادية لإسرائيل، وأن تتجاهل ما يسمى كبار خبراء القانون الدولي، وذلك باختراع مسمى دولة فلسطين حسب تعليق الوزير الإسرائيلي يوفال تشاسكين على القرار الأخير للمحكمة الجنائية، زاعما أنه يشكل خضوعا لتأثير حركة المقاطعة الدولية حول قرار الجنائية الدولية، كتب هاني حبيب في صحيفة الأيام الفلسطينية. قد يكون 30 نيسان 2020 علامة تاريخية في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبداية جديدة غير مسبوقة لإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الدولية. ففي هذا التاريخ صدر القرار الشجاع والمسؤول من قبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بتأكيد اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن نظرت بعناية في كافة الملاحظات المرفوعة إلى المحكمة لهذا الصدد، والتي شككت في أهلية المحكمة باختصاصاتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة. إن هذا القرار في تقديرنا يتجاوز في أهميته وتاريخيته ما يتعلق بإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية، رغم أهميته التي لا شك فيها، ذلك أن من شأن هذا القرار أن يوقف محاولات دولة الاحتلال ومنظومة الدول الصديقة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة التشكيك بمدى اعتبار فلسطين لها بمكانتها السياسية باعتبارها دولة، رغم خضوع أراضيها وشعبها للاحتلال. ولم يعد هناك في هذه الحال أي مجال للنقاش حول هذه المسألة بعد حسمها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن كافة المنظمات الدولية ستتعامل مع فلسطين كدولة تحت الاحتلال بالانسجام مع قرار المحكمة. إن هذا القرار كما يقول الكاتب يعيد للمحكمة ثقة الشعوب المقهورة بها ويشجعها على اللجوء لها على الرغم من تأثير وضغوط القوى المعادية للسلام والعدالة الدولية والقانون الدولي، وستكون جماهير وشعوب العالم في حالة انتظار لترجمة هذا القرار لإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة، وبحيث لا يعود أي مجرم أو أي مجرم حرب بمنأى عن محاكمته مهما كانت القوة الظالمة الداعمة من خلفه وتبقيه خارج قفص الاتهام. على الرغم من الحجر الصحي المفروض في لبنان بسبب جائحة كورونا، عاد المتظاهرون إلى الشوارع مستأنفين انتفاضتهم بعد أسابيع من تجميدها، في ظرف تزايدت فيه الصعوبات والتعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حول الانتفاضة اللبنانية، كتب زياد ماجد في صحيفة القدس العربية.
ليس مفاجئا إذن والحال على هذا النحو من الانهيار نتيجة الفساد والهدر وسوء الإدارة والإنفاق الزبائني والسياسات المالية والخيارات الاقتصادية. أن ينفد صبر الناس معدومي الدخل أو الفاقدين له، وأن يكسر الحجر الصحي ويستأنف التظاهر والاعتصام وقطع الطرقات ولو تعرضوا للخطر الكوروني. وليس مفاجئ كذلك أن يحصل الاستئناف في هذا في طرابلس ثاني أكبر المدن اللبنانية، حيث توسع أحزمة الفقر لم يتوقف على مدى العقود الماضية رغم بروز زعامات جديدة فيها يملك أصحابها ثروات من الأكبر في البلد. فعاصمة الشمال تعاني منذ نهاية الحرب الأهلية التي عملت خلالها من قبل نظام الأسد، وكأنها مدينة سورية لجهة فظاعة الإجرام والقمع ضد أكثرية سكانها من سياسات تهميش واستنزاف وتحريض جعلها عرضة للعديد من الأزمات والتوترات الأمنية. فهي صورت بوصفها مدينة الأصولية السنية، وأطلق البعض عليها تسمية قندهار لبنان، وجرى التلاعب والتنكيل المخابراتي بشريحة من أبناء أحيائها الشعبية على نحو أدى أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى أحداث الضنية وإلى توقيفات ظالمة مستمرة إلى محاكمات حتى الآن. يضيف الكاتب: الليرة اللبنانية واصلت تراجعها أمام العملات الأجنبية ومعها القدرة الشرائية لأكثرية اللبنانيين، والمصارف استمرت في سياسة إذلال المودعين المحجوزة أموالهم لديها، والعديد من المؤسسات والشركات سرحت عمالا وموظفين توسعت بهم دائرة البطالة والفقر. كل هذا وسط تراشق بالاتهامات بين المسؤولين اللبنانيين سياسيين وماليين، واستنفار وسائل إعلامية للدفاع عن بعضهم في مواجهة البعض الآخر. ذكرت صحيفة The Independent Online أن التعاون العالمي ضروري لمكافحة وباء فيروس كورونا، غير أن هناك العديد من الدول القومية يقودها قادة شعبويون من نوع ترامب، مما يضر بالمكافحة. وأكدت الصحيفة في مقال لأحد كتابها بأن الرئيس الأمريكي يشعل حربا باردة مع الصين للفوز بالانتخابات. إن هناك إشارات على أن ترامب يحقق بعض النجاح في شيطنة الصين، فهو يقول إن لديه درجة عالية من الثقة في أن الفيروس القاتل نشأ من مختبر في ووهان، على الرغم من أنه لا يستطيع الكشف عن مصدر معلوماته. أن مستوى كذب ترامب أعلى بكثير من ذلك المستخدم في تسويق حرب العراق من خلال الادعاء بأن صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل. ثم كانت هناك أيضا قصص عن مختبرات سرية تطور أسلحة بيولوجية. أن ترامب يتخلص من رؤساء المخابرات الأمريكية ويستبدلهم بأنصار الله، لكنهم لم يتمكنوا من تقبل نظرية المؤامرة الأخيرة التي يروج لها. ونقل الكاتب عن بيان صادر عن رئيس مكتب مدير المخابرات الوطنية ريتشارد غرينيل قوله: تتفق المخابرات أيضا مع الإجماع العلمي الواسع على أن فيروس كوفيد 19 لم يكن من صنع الإنسان أو معدلا وراثيا. أن الغرض من أكاذيب ترامب ليس الإقناع بالحجج العقلانية، بل للسيطرة على أجندة الأخبار بمزاعم شائنة. ويصف الكاتب باتريك كوكبيرن يصف استراتيجية ترامب بأنها فجة، معتبرا أن تشويه صورة الصين بأنها الخطر الأصفر قد يكون فعالا فقط يوم الانتخابات. نشرت الكاتبة الأمريكية ماري كاثرين فود مقالة تحدثت فيها عن تجربتها في العيش كمسلمة خلال شهر رمضان المبارك برفقة زوجها المسلم. وقالت في مقالتها في صحيفة واشنطن بوست: مع إغلاق المساجد وحظر التجمعات وإغلاق الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، يحتفل ما يقرب من 2 مليار مسلم حول العالم بشهر رمضان في العزل للمرة الأولى. وأضافت: في نيويورك مركز بؤرة وباء كورونا، أجد نفسي أعاني من شهر رمضان الأول
بالنسبة لي، منوهة إلى أنها هذا العام بدأت بالصيام والصلاة وهي تحتفل بشهر رمضان مع عائلتها المسلمة نظرا لدخولها الإسلام حديثا. نسأل الله السلام والتوفيق لها ولكل المسلمين في كافة أنحاء العالم. الآن إلى ما رسمت ريشة فناني الكاريكاتير. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. إلى اللقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.